مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة دائما في سلسلة حلقات قناتكم سيارات المغرب. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. إذن سيارة حلقة نتعلو هي استثنائية، درناها في وسط السيمانة. هذا فيه غير باش نتشاوروا معكم على حساب هذه الحلقة ديال هذه السيارة دي اللي دخلت مؤخرا للمغرب. إلا حبيتوا أننا نهضروا عليها ونهضروا عليها دائما في الحلقة اللي موجهة يوم الجمعة في قناتكم سيارة المغرب. من جمعة جمعة كنديروا الحلقة. إلا بغيتوا الحلقة ديال هذا الأسبوع هذا تكون على هذه السيارة اللي هي سيارة جيلي. جيلي هي واحد الشركة صينية، وإلى لاحظتم مؤخرا فدخول يعني العلامات الصينية بكثرة إلى المملكة المغربية. شتنا الشيري، شتنا ديفسكا، شتنا البي واي دي أو البي يغريك دي، واليوم غادي نشوفوا جيلي. جيلي هي إحدى العلامات الصينية، العلامات الكبرى كذلك في الصين. جي إكس 3 برو هي هذه جيلي، جي إكس 3 برو اللي كنشاهدوها على الشاشة. إلا حبيتوا نتكلموا لكم على هذه السيارة هذه كتبوا لنا في التعليق ونعطيكم لي برومو ديالها والخصائص ديالها، وكذلك نشوفوا الاعتمادية ديالها، وبالتالي نخليكم نتوما تعطونا الآراء ديالكم حول هذه السيارة. بالمناسبة بشحال من واحد تيقول لك أودي هذه السيارة الصينية يعني غير الكرتون، أو لأنها ما صالحاش، أو لأنها كتخسر دغيا. فهاد الهضرة ما كايناش، من خلال أننا الناس اللي خداو الشيري كنا تكلمنا على الشيري، هي ماركة صينية تبارك الله اللي عمرها دار. الناس قال لك سبوها اعتمادية صحيحة، موتور بويسون يعني، و لي زوبسيون لا لا كترضى، والاهم من ذلك الثمن. فالثمن ديال السيارات الصينيه كتعطيك اي سي في او لا ميني اس يو في بثمن ديال سيتادين او ميكرو سيتادين. يعني كباش تشري واحد الكيا بيكانتو تقدر تشري جيلي او لا شيري، شيري تيغودو او لا جيلي سي اكس 3 برو. اذا كما قلت لكم الاثمنه ديال السيارات الصينيه يعني في خدم غلاء الاسعار ديال السيارات، كتلقى ان الحل الامثل هي السيارات الصينيه. وانا قلت لكم في حلقات سابقه السيارات الصينيه هي المستقبل اللي غادي يكون في العالم، ماشي يعني في المغرب او لا دول العالم الثالث، وانما في العالم باكمله غادي العالم كامل يلتجا للسيارات الصينيه. وكنشوفوا دابا يعني الماركات الصينيه شنو دارت في اوروبا وفي امريكا. في امريكا راه العلامات الصينيه كتنافس تسلا وكتنافس يعني كبريات الشركات العالميه في امريكا، راه كتنافسهم الشركات الصينيه. يعني بدون ما نطول عليكم نخليكم مع الصور مع جيلي جي اكس 3. وإلا بغيتوا أننا نتكلموا لكم في الحلقة الماجية على هذه السيارة هذه، خليونا في التعليق الآراء ديالكم والآراء ديالكم حول السيارات الصينية، واللي كسب شي سيارة صينية يعطينا الآراء ديالو في التعليق. ما تنساوش كذلك قبل ما نخليكم مع الصور الاشتراك في القناة، يعني هذا الأمر مهم. احنا حوالي الآن واحد 8200 مشترك، بغينا نوصلوا ل 10000 مشترك عشراكة. إذن يعني قبل نهاية هذا الشهر هذا ديال شهر 3 مارس بغينا نوصلوا ل 10000، تعاونوا معنا، ديروا يديكم معنا ونخليكم مع الصور. طبعا قناتكم كار ماروك سيارات المغرب كيشرفها دائما يعني الإصغاء ديالكم ومتابعة حلقات القناة. شكرا جزيلا، خالد أبو ملك يحييكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. أطيب المنى، خليكم مع الصور مع الجيلي جي إكس 3 الجديدة، ابقوا معنا.